بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. تشدو الدنيا فرحا معنا والأمل المشرق يتبعنا. من أمم وبقاع شتى يجمعنا خير يجمعنا. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نجنا جميعا من النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان، اللهم أنعم علينا بالأمن والأمان. أريد أن أسمع كلمة آمين من قلوبكم. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم من أرادنا ومصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أرادنا ومصر بسوء أو شر فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. اللهم احفظ مصر من ظلم الظالمين، ومن خيانة الخائنين، ومن فساد المفسدين، ومن ضلال المضلين، ومن ضلال المضلين، ومن شماتة الشامتين. نسألك يا ربنا أن تحفظ مصر داخليا وخارجيا. اللهم احفظ لنا بلدنا مصر داخليا وخارجيا. وعليك يا ربنا باليهود ومن والاهم يا أرحم الراحمين، فإنهم لا يعجزونك. ونسألك بحق اسمك الأعظم أن تجمعنا هكذا في الجنة ولا تغيب منا أحدا. أحبتي في الله، الإسلام سلام، هذا هو عنوان اللقاء. الإسلام سلام، قال الله تعالى:
وإن جنحوا للسلم فجنح لها وتوكل على الله. وما سمي الإسلام بهذا الاسم إلا لأنه من باب الأمن والأمان والسلم والسلام. اسمع، نبينا نبي السلام صلى الله عليه وسلم، قرآننا كتاب سلام، ديننا هو الإسلام، ربنا هو السلام، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام. اسمعوني ها، السلام. ولذلك سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تصور أنه يعلق دخول الجنة على قضية السلام. بتقول إيه؟ بقول لحضرتك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلق طرط على دخولك الجنة أن تكون من أهل السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يرتبها ترتيبا تنازليا، يعني من الأعلى إلى الأدنى. اسمع، لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث صحيح، لا تدخل الجنة، الجنة هي أعلى شيء، حتى تؤمنوا، لا بد من دخول الجنة أن يسبقها إيمان، ولن تؤمنوا حتى تحبوا، لا بد حتى يكتمل الإيمان أن يكون هناك حب. كلمة حب التي ظلمناها كثيرا، وظن بعض الشباب والفتيات أن الحب لا يستخدم إلا في الرذائل والمفاسد. الحب كلمة شريفة معناه عفيف، إذا كان في الحلال الطيب مع أهلك، بينك وبين أولادك، بينك وبين زوجك. والحب أعف وأشرف وأكرم إذا كان بينك وبين الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وأعلى من هذا إذا كان بينك وبين حبيب قلوبنا الله رب العالمين. قال الله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، وتبادل حب. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. قل أمين. يبقى جنة يسبقها إيمان، الإيمان يسبقه محبة. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم. اسمع إلى الشرط، السؤال الذي أريد أن أسمعه من قلوبكم لله: هل تصدقون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا النبي اللي بيقول: أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. نرتبها بقى ترتيب تصاعدي من الأدنى إلى الأعلى. الدرجة الأولى إفشاء السلام، الدرجة التي تليها محبة، الدرجة التي تلي المحبة الإيمان، الدرجة التي تلي الإيمان هي الجنة. يبقى إن شئت فقل: لا جنة بلا إيمان، ولا إيمان بلا محبة، ولا محبة بلا إيه؟ إفشاء السلام. وإياك أن تفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بإفشاء السلام إلقاء السلام قولا باللسان، هذا مقصود وهذا معنى من معاني الحديث، ولكن المعنى الأعلى والأسمى والأرفع هو السلام الاجتماعي، السلام العملي، السلام الفعلي، كما ترجم النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا إلى ترجمة أعلى وأوضح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث في الصحيح المسلم، إن شئت فقل النبي يقصد المسلم الحقيقي، لأن هناك بعض الناس لا يعرفون من الإسلام إلا اسمه، ولا من المصحف إلا رسمه، وبعضهم إلا من رحم ربي، ولا أقصد ببعضهم أي أحد، كلامي موجه للجميع والله يشهد على ما في قلبي. بعض الناس ظنوا أن الإسلام ينحصر في مسبحة وطقية وسجادة صلاة ومصحف. لا، هذه معاني عالية وهذه أمور مقصودة في ذاتها، ولكن كل هذه الأمور علاقتك بربك جل جلاله، أنت حر مع الله عز وجل، ولكن علاقتك بالناس، الدين، المعاملة. النبي ترجم بقى وقال صلى الله عليه وسلم:
المسلم أي الحقيقي من سلم المسلمون من لسانه وإيه هو ده الإسلام. يعني ما ينفعش مسلم يبقى بيصلي ولسانه شغال عمال على فلانة طلقت، فلان اتجوز، فلان اتوظف، فلان بقى غني، فلان عنده سيارة، فلان عنده عمارة. يا أخي أنت مالك؟ دع الملك للمالك جل جلاله سبحان الله. هل تعترض على تنظيم الله وتسيير الله للكون؟ لا يا أخي، ادعو يعني تمنى الخير للناس يرزقك الله عز وجل به. يبقى المسلم الحقيقي بعد العلاقة بالله من سلم المسلمون من لسانه و... ولذلك النبي لما جاله راجل لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له دلني على عمل يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، قال صلى الله عليه وسلم قل، وفي رواية دلني على شيء لا أسأل عنه أحدا بعدك، يعني بقول له هات للإيه الخلاص، هات من الآخر صلى الله عليه وسلم. النبي قال له كلمتين، وأحدهما وجهي لعملة واحدة لا ينفصل عن الآخر. قال صلى الله عليه وسلم انتوا ما بتصلوش على النبي ليه؟ اوعى تمل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي قال له قل آمنت بالله، ادي القول. طب وبعدين؟ انام؟ لا، ثم استقم. قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال أهل العلم الاستقامة هي المعاملة مع الخلق، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ثم تستقيم إلى آخره، ثم تستقيم مع الخلق أمانة وعهدا وتقا وورعا وغض للبصر وإعطاء الطريق حقه. هذا هو الإسلام. حتى الإسلام أعطى الطريق حقه، جعل للطريق حق، فإن أبيتم إلا الجلوس فأعطوا الطريق حقه. فالصحابة قالوا وما حق الطريق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال رد السلام وغض البصر وكف الأذى وإماطة الأذى، رد السلام وغض البصر وإماطة الأذى عن الطريق، هذه إلى آخر الحديث. هذا هو الإسلام. يبقى الإسلام لا ينحصر في مسجد، لا ينحصر في عبادة، عبادتك مع الله، ولكن الدين المعاملة. المسلم من سلم المسلمون من لسانه و... هذه رواية مسلم، رواية الإمام أحمد في المسند رواية عجيبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم، عايزين نفهم الإسلام صح، المسلم من سلم الناس، الله أكبر، والناس يدخل فيهم المسلم وغير المسلم أيا كانت ديانته هو. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذا هو الدين، اسمعها وانشرها لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. هذا هو إسلامنا. ومن باب أن الإسلام هو دين السلام، فالسلام لا نصل إليه إلا بالأخلاق. وعجبا لهذا الدين الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم الهدف الأسمى والأعلى منه هو تمام الأخلاق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية صالح الأخلاق، وفي ثالثة حسن الأخلاق. وقال الله مادحا للنبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة، وقال له وإنك لعلى خلق عظيم. الدين في أسمى معانيه خلق، خلق مع الله الكريم عبادة، فهو الذي للكون والدنيا خلق. دين بلا خلق هو الثوب الخلق. وقديما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه إنما بعثت متمما كرم الخلق صلى عليه. ولذلك أنت ممكن، أنا أقولها اجتهادا مني،
الإسلام عبارة عن مادتين، الإسلام سلام، دين أو علاقة بالله وعلاقة بخلق الله، كلاهما يكمل بعضه الإيه؟ الآخر. لا ينبغي أن تكون محافظ على الصلوات الخمس وأنت كذاب وأنت خاين وأنت قطع للرحم، ليس هذا هو الإسلام. لقد نجحت في مادة، ولكن هناك مادة سترسب فيها، وقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المعنى بجلاء ووضوح. قال رسول الله، والحديث عند أهل السنن، وسمى المسلم التي هي علاقته بالله قوية، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق، إلا أن أخلاقه مع الناس أقل من الصفر. سيدنا النبي سماه إيه بيوم القيامة؟ أيوة، قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ أنا أقولها باللغة الدارجة، ده اسمه مسلم مفلس. لا أقصد تفليس مال، لا، وسيدنا النبي وضحها: أتدرون من المفلس؟ يقصد المفلس الحقيقي. قالوا: المفلس فينا الصحابة، يعني عندهم طيبة قلب. قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع، لا يملك من حطام الدنيا شيء. فالنبي قال لهم: لا، ولكن المفلس يعني الحقيقي من يأتي يوم القيامة بإيه؟ بصلاة وزكاة وصيام وحج وصدقة إلى آخره، إلا أنه يأتي وقد شتم هذا، شوف أخلاقه بيضة، وضرب هذا، وسفك دم هذا، وهتك عرض هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. تصور هذا المشهد، مشهد رهيب. عبادتك بين يديك عبارة عن صلاة وزكاة وحج وصيام وصدقة وقيام ليل وقراءة قرآن بين يديك، وهذا يأتي ويقول: يا رب هذا شتمني، اعطني حق. فربنا يقول: ولله المثل الأعلى، اعطيه حسنات. ما القضية ليست بالجنيه بقى، حسنة واديله شوية حسنات، ما تقدرش تقول لا. محكمة العدل، والعدل هو من؟ وأقولها لله، إذ لم تجد عدلا في محكمة الدنيا، انقلوها لله، إذ لم تجد عدلا في محكمة الدنيا فارفع ملف قضيتك إلى محكمة السماء، فإن القضية محفوظة والشهود ملائكة والقاضي هو أحكم الحاكمين. لله، مرة ثانية وانشروها لله: إذ لم تجد عدلا في محكمة الدنيا فارفع ملف قضيتك إلى محكمة السماء، فإن الشهود ملائكة والقضية محفوظة والقاضي هو أحكم الحاكمين. الذي قال عن نفسه: ولا يظلم ربك، الذي قال: ما ربك بظلام للعبيد. تقول لي بقى في المحكمة الإلهية يوم القيامة أصل، ده أنا هنقض حكم، لا أنا هستأنف، لا أنا هأعيد الحكم مرة ثانية. تجد هنا يعلو قول الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وإن لم يعجبك هذه المحكمة، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. اللهم نجنا منها. مفلس علاقته بالله قوية، ولكن علاقته بخلق الله ممزقة، العلاقة غير صالحة. سفك دم ده يعطيه حسنات، شتم هذا يعطيه حسنات، ضرب ذاك يعطيه حسنات، فيأخذ هذا. شوف النبي بيصور المشهد ازاي، ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فيأخذ هذا من حسناته. وخد بالك، أقولها لله، وممكن تبقى القضية دي يوم القيامة اللي ياخد حسناتك تبقى زوجتك، وممكن يبقى زوجك، ممكن يبقى ابنك، ممكن يبقى أخوك. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا، والله ما حد هيعتق حد يوم القيامة، كل منا يبحث عن لا حسنة إيه، لا مش ربع ولا تم، لا فينتو حسنة باللغة الحسابية. لأن أهل النار يتحسرون أن لو دخلوا الجنة، وأهل الجنة يتحسرون أن لو كانوا في درجة أعلى.
شيء عجيب من الحديث العجيبة جدا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الجنة لا يتراءون الغرف يعني من أعلى كما ترون أنتم الآن النجم في أفق السماء بين الدرجة والدرجة في الجنة كما بين السماء و يا خبر كأن الإنسان يوم القيامة لم ولن يترك فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته فإن وفى وإلا أخذ من سيئاتهم وطرحت على سيئاته ثم ألقي به في النار وكان بيصلي أيوة كان بيحج نعم كان يصوم نعم كان يتصدق نعم ولكنه مفلس أخلاقيا أسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا وأخلاقكم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الصادق الوعد الأمين توقفنا قليلا وتعجلنا بجلسة الاستراحة لدخول جنازة من الجنازات بين أيدينا وكأن الله أراد أن يثبت لنا رأي العين تلك هي الدنيا تلك هي الدنيا اصعد الى اعلى انزل الى اسفل اضرب يمين اضرب شمال اخر هذا كله انا لله وانا اليه اين دفتر التوفير اين الفيزا كارت اين السيارة اين العمارة اين المنصب لا شيء معك لان مصلحة الجمارك المقبرية هناك تجد مكتوبا عليها ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة اللهم ارزقنا حسن الختام ولذلك هذه الآية تسلج القلوب وتجعلنا نستعد لمثل هذا الموقف قال الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك وارزقنا يا مولانا والسامعين والسامعات حسن الخاتمة يا رب الإسلام سلام ديننا هو الإسلام نبينا نبي السلام قرآننا كتاب السلام وربنا هو السلام أين السلام فيما بيننا نريد أن نتسالم نريد أن نتواد نريد أن نتراحم نريد أن نتخلق بأخلاق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الإسلام بمعناه الأعم والأشمل الخضوع والتذلل والمسكنة والتعامل مع الآخرين المسلم من سلم الناس جميعا من لسانه ويده ديننا الإسلام وأقولها لله لا يعرف إرهابا ديننا لا يعرف تطرفا ديننا لا يعرف قتلا ديننا لا يعرف عنفا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ليدخل مكة وأحب أن أكرر دخل مكة خرج من مكة طريضا إن صح التعبير من بلده مسقط رأسه ثم عاد إليها عزيزا وهم أذلاء قوي وهم ضعفاء في كسرة وهم في قلة فوقف واحد من الصحابة على باب مكة ثم قالها بأعلى صوته اليوم يوم الملحمة يعني سنأخذ بصأرنا في هذا اليوم فوقف النبي ونظر إليه
وقال له لا، ولكن قل اليوم يوم المرحمة. هذا هو محمد. لما ينزل جبريل يجوب الأفاق ويطو بأجنحته السبع الطباق على قلب الحبيب صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب إلى الطائف وعاد مهموما على وجهه، ولم يفترق إلا ولم يستفق إلا وفي قرن الثعالب. والنبي يقول فنظرت فإذا سحابة وإذ فيها جبريل عليه السلام، وقال لي يا جبريل يا محمد ما بتصليش لي صلى الله عليه وسلم؟ ربك يقرئك السلام ويقول لك لقد سمع الله قول قومك لك ورأى فعل قومك بك، حيث ترك مكة لم يجد فيها أرض خصبة للدعوة، وانتشر أو ذهب إلى الطائف ليدعو هناك، فوجد أن هناك التربة أصعب من مكة فعاد إلى مكة. فجبريل بيقول له ربنا أرسلني إليك لتأمرني بأمرك ومعي ملك الجبال. مسؤول الجبال عند الله معي، الملك الموكل بالجبال. ماذا تريد يا جبريل؟ قال يا رسول الله إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلنا. شيء عجيب. فجبريل بيقول له إن معي ملك الجبال، إن شئت أن نطبق عليهم الأخشبين لفعلنا. على من؟ على أهل مكة الذين آذوه وسبوه وشتموه وضربوه وطردوه وكذبوه وآذوه حتى في عرضه. فسيدنا النبي لو واحد مكان النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قال له انت فين من زمان يا اخي يا جبريل؟ تسيبهم ليه من بدري؟ خلص. ولكن شوف ديننا دين وسلام. سيدنا النبي قال له لا، مع انها فرصة لا، والذي ارسل اليه ملك الجبال هو من؟ بامر الله، في الشيء خالص. ومع ذلك النبي قال له لا يا اخي يا جبريل، لعل الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له. وفي الروايات الاخرى كان يتوجه الى ربه ويقول اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون. هذا هو ديننا وهذا هو اسلامنا وتلك هي عقيدتنا. اسلام وسلام وامن وامان، محبة مودة، اخلاق، سبحان الله، الرضا بما قسمه الله لنا. اللهم ارزقنا الرضا بما قسمته لنا، ولا تشغلنا يا مولانا بما زويته عنا. ديننا دين اخلاق حتى مع غير الايه مسلمين، هذه عقيدة. قال الله عز وجل طالما انهم ليسوا محاربين، طالما انهم معنا في عهد امن وامان. قال الله لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. هذا هو الاسلام وهذا هو الايمان. المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله تعالى عنه. فديننا دين عفو، دين حب، دين خلق، دين أمن وأمان، دين سلم وسلام. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع فينا الآن مريضا إلا شفيته. اللهم لا تدع فينا الآن مريضا إلا شفيته. اللهم اشف، أنت الشافي، أنت الشافي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما. اللهم أنعم على مصر بالأمن والأمان والسلامة والسلام. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، ولا تشمت في مصر حبيبتنا عدوا ولا حبيبا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا دينا إلا قضيته. اللهم نفس كرم المكروبين، وفرج هم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين، واقض الدين عن المدينين. اللهم انصر جميع المظلومين، اللهم انصر جميع المظلومين، وعليك بكل الظالمين، وعليك بكل الظالمين. اللهم عليك بالظالمين ومن والاهم يا أرحم الراحمين. اللهم إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير فاتنين ولا مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم نجي لنا مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، داخليا وخارجيا يا أرحم الراحمين.
الرحيم. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا، وبعد الموت جنة ونعيما وملكا كبيرا. اللهم رب لنا شبابنا، واهد لنا فتياتنا، واهد لنا نساءنا، وانزع الشيطان من بيوتنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، واعمنا يا مولانا عن الحرام ولا تحببنا فيه، واعمنا يا مولانا عن الحرام ولا تحببنا فيه. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب يا رب يا رب. نسألك بحق اسمك الأعظم ألا تخرجنا من هذا المكان الآن إلا بذنب مغفور، إلا بذنب مغفور، وعمل مقبول، وسعي مشكور، وعيب مستور، وتجارة لن تبور، وتجارة لن تبور. اللهم اشف جميع مرضى المسلمين، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم ارحم جميع آبائنا وجميع أمهاتنا، ربنا ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما رحمونا، وأكرمهما كما أكرمونا، واجمعنا معهما في جنات وأنهارا. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد الطيب مسجد الفردوس، نسألك بحق اسمك الأعظم أن تجمعني يا رب والسامعين والسامعات في الفردوس الأعلى، ولا تغيب منا أحدا يا أرحم الراحمين، واجعل يا رب هذا المسجد سبب نجاة لنا يوم القيامة، ولمن تسبب فيه، وللقائمين عليه، وللمصلين فيه، وللمستمعين والمستمعات الآن، واجمعنا معهم في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله. يا من أنت قلوبنا حديث أحمد أنت بدر النير. إنا لنرتقي باللقاء بلهفة، والشوق من أعماقنا يتفجر. يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، يا من أنرت قلوبنا، يا شيخنا يا شيخنا يا شيخنا، يا من أنرت قلوبنا.